انا ألفة الحميدي اخت المتضرر الحمدي الحميدي، يخدم مع مقاوله كاكا في المسيب شركه خاص، ما يعطيهوش نهار يعيط له اجا تنعطيك 20,000 ل 10,000 يخدمه، وبعد برا روح هكا هاو هزوا الحاصيل للمصب مع الشوفور. هو يعني كانسان يعني هزك طل زبله ويحطه في الواحد، يعني مش لا يسوق لا حتى شيء. اصيل مشى معاه هزوا صبوه في المصب وهما راجعين، هما راجعين يدخل فيهم سيمي، صار الاكسيدون. الحاله نتاعو من نهار اللي هو محطوط اللي ما يتوفى، ومن نهار اللي هو محطوط في السبيطار ما جانا حد، وما اتصل بنا حتى حد، وما كلموا حتى حد، حتى شهريته هي شهريته ما عطوهاش ليه، ومسكر تليفونه ونتصلوا بيه نمشوا لدارو ما نتحصلوش عليه. يعني باش يجي يعمل حاجه حتى حل خويا هو في الكوما ما عمل ما حتى حد. عنده طفل، عنده توحد، عنده 3 صغار هو فيهم واحد توحد، ما ينجمش يمشي على ساقي، ظروفه يعني حرجه كيري، ومعها امه وبايو راجل كبير ومس كبيره كيري به، فهمت وضعته يعني على يحكم يعني يبقى هو في الكوما مطيش هكاك، فما لا حد شيء يعني ما جاش هالمقاوله ذا، ما ريناش وجهه اصلا، لا تصل بنا لا كلمنا لا حتى جاب له حتى حاجه حتى قضيه لصغاره أبقى حتى داخل. مختصر الحديث عمل 20 يوم في الكوما وخرج القسم العظام، عمل العمليه دافقته بشوي بشوي، لازمه بعد ما يخرج عنده ايريم يلزمه يعملها، وما لقيناش حتى تو هاو مطيش في السبيطار من البارح نورمالمون يخرج، ما لقيناش كيفاش خرجوه، ظروفه حابسه على اللغط، عنده دويات وتوحيد في البارح نورمالمون يقعد يستعمل فيها ما يستعملهاش خلاص، خاطر يلزم يخرج باش يعطوه ورقه باش يشري دواء من الشارع يعني من برا، ما عادش يعني دواء سبيطاري، فهمت خويا؟ وعنده مساج زاد يلزم يعمل، عنده اعصاب يلزم زاد يقابلوا حاليا تو، اقسم بالله ما في السبيطار وناس روحش بكل ما لقيتش كيف تخرج، ودخلت جبيت منه قديت منه ما لقيناش حل، وضعته في السبيطار اللي هو يعني تو حطوا له اللي يكونوا يخرج، يعني قلت لك حطوا له اللي كونه طبيب يعني اللي كونه يخرج عمل العمليه على يديه يعني راسه تو، قالوا لنا يعني لبس اما لازم طبيب اعصاب يبشروا ولازموا مساج زاد يبشروا بعد ما يخرج. حاليا تو محاجتي باش نخرجوا تو من السبيطار، الحالي تو اللي هو فيه لازم يخرج من السبيطار باش نبشروا له العلاج الاخر اللي يعني اللي في الشارع، كما ليريم عنده ايريم اخت يزمو يعني ايريم، قال لي الطبيب يزمو بالرنديفو، انا ما هو حالته حرجه على الاخر برا، شوف كيفاش وطول الوقت الحالي مش لاقين حتى كيفاش نخرجوا، عندك كارني نص لص حبسوه له بحكم خدم مع شركه اخرى، كان يعني عمل لك الكارني تاع الكرام وطول حابس زاد بطبيعته كارني الكرام، خرج منها الشركه اللي كان يخدم فيها كياسات، خرج منها وبعد المقاوله هذه كل مره يهزوا باش يخدم، لا يخدم لا عنده اوراق لا عنده وثائق لا عنده كونترات ولا عنده حد معاه،